يقولون بأن الذكاء الاصطناعي غير قادر على الإبداع، ولكن بعد ما تشوف هذا الفيديو إلى النهاية يمكن تغير رأيك. يا هلا ومرحبا بكم أعزائي المتابعين في حلقة جديدة، وأعتذر من الأعماق لغيابي المؤقت عنكم بسبب بعض الظروف الشخصية، لكن الحمد لله عدنا وبكل حماس مسلحين بأفكار مبتكرة وفيديوهات جديدة مشوقة لهذا العام. في حلقة اليوم بنتعمق في عالم التكنولوجيا وبنستعرض مع بعض قائمة بأفضل 10 مواقع مجانية لعام 2024 تعتمد على الذكاء الاصطناعي واللي تخدم مجموعة واسعة من المجالات الإبداعية. راح نتطرق إلى كيفية استخدام هذه البرامج في تحسين عمليات التصميم، الإنتاج الموسيقي، التصوير الفوتوغرافي والعديد من المجالات الأخرى اللي تتطلب لمسة إبداعية. المميز في هذه المواقع والبرامج إنها ما تقدم فقط حلول مبتكرة للمشاكل الإبداعية، بل توفر لكم أيضاً الفرصة لاستخدامها بالمجان. وفي حال عجبتكم الميزات لهذه المواقع بشكل خاص، تقدرون دائماً الاشتراك فيها للحصول على المزيد من الخدمات. قبل لا نبتدي حلقتنا اليوم، أحب أذكركم بأهمية دعمكم لي من خلال الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة. تفاعلكم ودعمكم هو الحافز على الاستمرار في تقديم المحتوى القيم والمفيد لكم، بهدف إثراء المحتوى العربي وتوسيع نطاق المعرفة عشان يستفيد منها أكبر عدد ممكن من الأشخاص حول العالم. خلونا الحين نبتدي رحلتنا في استكشاف هذه المواقع والبرامج الرائعة، ونكتشف مع بعض شلون يمكن للذكاء الاصطناعي أن يفتح أمامنا آفاق جديدة في عالم الإبداع والابتكار. أول موقع على قائمتنا اليوم هو موقع لوما لابز، وهو يعتبر ثورة في عالم التكنولوجيا والتصميم، لأنه يوفر للمستخدمين إمكانية فريدة لتحويل الصور العادية أو مقاطع الفيديو إلى نماذج ثلاثية الأبعاد بطريقة سلسة ومبتكرة. العملية جداً بسيطة، كل اللي عليك تسويه هو اختيار صورة أو فيديو تبي تحوله وتحمله على البرنامج، وبعد فترة قصيرة تقدر تشوف الصورة أو الفيديو في صيغة ثلاثية الأبعاد. هذه القدرة لا تقتصر فقط على إضافة تأثيرات بصرية حلوة، بل هي تفتح أبواب جديدة للمحترفين في مجالات متعددة. على سبيل المثال، يقدر مصممي الديكور والمهندسين المعماريين استخدام هذا البرنامج لتحويل رؤيتهم للمساحات والتصاميم إلى نماذج ثلاثية الأبعاد، واللي يسهل عليهم وعلى عملائهم تخيل الشكل النهائي للمكان بصورة أفضل وأكثر واقعية. المميز في موقع لوما لابز هو توافقه مع التقنيات الحديثة، مثل إطلاق شركة أبل لجهاز فيجن برو، وهذا الربط يمكن المستخدمين من تجربة إعادة ذكرياتهم بطريقة واقعية، بحيث تقدر تصور لحظة معينة ومن ثم إعادة تجربتها في بيئة ثلاثية الأبعاد. هذه التقنية أيضاً ممكن أنها تساهم بشكل كبير في مجالات مثل التعليم والتدريب، حيث أنك تقدر تستخدم النماذج الثلاثية الأبعاد لتوضيح المفاهيم المعقدة بطريقة أكثر تفاعلية. ويمكن للفنانين وصانعي المحتوى استغلال هذه الأداة لإضافة عنصر جديد ومثير لأعمالهم. شركة لوما لابز أيضاً قدمت لنا برنامج جديد في هذا المجال اسمه جيني. هذا البرنامج يعد ثورة في كيفية إنشاء المجسمات ثلاثية الأبعاد، بحيث يقدم للمستخدمين من خلال منصة ديسكورد إمكانية إنتاج هذه المجسمات بسرعة فائقة وبمجرد كتابة جملة بسيطة. هذه الخاصية تعتبر نقلة نوعية في مجال التصميم والإنتاج الرقمي، لأن من خلالها يقدر المبدعين والمطورين بتطبيق أفكارهم بكفاءة وسرعة غير مسبوقة. التطبيق العملي لبرنامج جيني لا يقتصر فقط على إنشاء المجسمات للتسلية أو العرض، ولكن نلاحظ بالفعل شلون ابتدوا المستخدمين في استغلال هذه النماذج الثلاثية الأبعاد في مجالات متقدمة مثل تطوير الألعاب. يقدر أيضاً المطورين يستخدمون هذه النماذج في برامج تطوير الألعاب الرائدة مثل Unreal Engine ويونيتي لإنشاء بيئات مختلفة للعبة تكون غنية ومعقدة بطريقة أسرع وأكثر فعالية. إضافة إلى ذلك، برنامج جيني هو أداة قيمة للمصممين والفنانين اللي يشتغلون في مجالات متنوعة من الإنتاج السينمائي إلى التصميم الصناعي، بحيث يقدرون يستخدمون هذه النماذج لتصور المشاريع وتقديم عروض توضيحية مؤثرة بشكل أسرع وأكثر دقة. الموقع الثالث في قائمتنا اليوم هو Perplexity، واللي يعتبر نسخة مطورة من شات جي بي تي. اللي يميز Perplexity هو قدرته الفائقة على تصفح الإنترنت بشكل فوري للبحث عن المعلومات اللي يحتاجها المستخدم، واللي يخليه أداة مثالية للحصول على إجابات سريعة وموثوقة. أحد المميزات البارزة لـ Perplexity
هي شفافيتها في عرض المصادر اللي يستخدمها في عملية البحث، واللي يمكن المستخدمين التحقق من صحة المعلومات بسهولة ويعزز من مصداقية النتائج المقدمة. هذه الميزة تخلي Perplexity أداة قيمة للباحثين والطلاب والمهنيين اللي يحتاجون إلى معلومات دقيقة وموثوقة لأعمالهم أو دراساتهم. بالإضافة إلى ذلك، يقدم البرنامج في نسخته المكتبية ميزات إضافية تزيد من فعاليته وتنوع استخداماته. من بين هذه الميزات قدرته على إنتاج الصور ورفع ملفات من نوع PDF، وطلب البرنامج تلخيص هذه الملفات بشكل فوري وبسيط. موقع أثير AI يمثل إضافة قيمة ومتميزة إلى ساحة الأدوات التكنولوجية المعاصرة، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي الموجه نحو إنشاء وتحرير المحتوى الإبداعي. هذا الموقع يعتبر منصة شاملة تجمع بين مجموعة واسعة من الأدوات المتقدمة في مكان واحد، واللي يخليه مورد لا غنى عنه للمحترفين والهواة اللي حابين تحسين جودة المحتوى اللي ينتجونه. اللي جذبني في موقع أثير AI هي خاصيته في توفير تجربة مستخدم سهلة جداً، حيث يمكن الوصول إلى الأدوات المتعددة ذات جودة عالية من خلال اشتراك واحد بسعر مناسب جداً. من بين المميزات البارزة اللي يقدمها الموقع هي قدرته على تحويل النص إلى صوت بنبرة طبيعية للغاية من خلال استخدام التكنولوجيا 11 Labs، واللي معروف عنها أنها توفر أفضل جودة لتحويل النص إلى صوت بشكل جداً طبيعي. وبالمقابل يوفر الموقع خدمة تحويل الصوت إلى نص مكتوب بدقة عالية. هذه الخصائص تعتبر طفرة بالنسبة للمحتوى العربي، لأنها تفتح آفاق جديدة للمبدعين والمؤلفين والصحفيين اللي حابين تحويل المحادثات أو المحاضرات أو حلقات البودكاست إلى نصوص مكتوبة. والحلو أن الدقة العالية في إنشاء المحتوى باللغة العربية تخلي أثير AI أداة لا غنى عنها للناطقين بالعربية في مختلف أنحاء العالم. إضافة إلى ذلك، يقدم الموقع إمكانية إنشاء حساب مجاني يسمح للمستخدمين تجربة جميع الخصائص المتاحة قبل الاشتراك، وهذا يعطيك فرصة لاختبار الأدوات وتقييمها بشكل مباشر. واحدة من الاستخدامات العملية لخدمة تحويل الصوت إلى نص هي إمكانية تحويل حلقات البودكاست أو المحاضرات إلى محتوى مكتوب يمكن نشره على مدونات أو تقسيمه إلى أجزاء للنشر على منصات التواصل الاجتماعي، واللي راح يزيد من الوصول والتفاعل مع الجمهور. هذه الخاصية تفتح المجال لتوسيع نطاق الجمهور المستهدف وتعزيز التواجد الرقمي للمحتوى الصوتي بطرق مبتكرة وفعالة. ننتقل إلى فئة الإنتاج الموسيقي، ونبتدي ببرنامج سونو، واللي يقدر ينتج أغنية بكل عناصرها من غناء وآلات موسيقية من خلال كتابة موضوع الأغنية. البرنامج أيضاً يشتغل داخل ديسكورد، وراح تشوفون الرابط موجود في وصف الفيديو مع بقية روابط البرامج اللي ذكرتها اليوم. داخل صفحة البرنامج في ديسكورد نقدر نحدد نوع الموسيقى أو الجانرا، ونكتب الكلمات اللي نبي يسويها أغنية، أو نقول له يخلي تشات GPT هو اللي يكتب لنا كلمات الأغنية من خلال الموضوع اللي نحدده. البرنامج السادس في قائمتنا اليوم هو من شركة ميتا، وراح يولد لنا مقاطع موسيقية مشابهة لبرنامج سونو بس بدون كلمات أو غناء. هذا البرنامج يقدر من خلال استخدام الشبكات العصبية أو النورال نتوركس أن يحول الكلام المكتوب إلى مقطوعة موسيقية تقدر تستخدمها في أي نوع من الإنتاج الفني. ولكن طبعاً جودة الموسيقى التي تنتجها جميع هذه البرامج المولدة للمقاطع الموسيقية ليست بأعلى جودة، لكن إذا كنت تدور على موقع يوفر لك ملفات صوتية بجودة عالية ومؤلفها بشر فنانين ومحترفين، خلوني أخبركم عن راعي حلقة اليوم، موقع أوتار. إذا كنت تشتغل في مجال الإنتاج الإبداعي وتدور على مكتبة صوتية شاملة ومتنوعة، موقع أوتار هو الموقع الوحيد اللي بتحتاجه. الموقع يحتوي على أكثر من 19 ألف مقطوعة موسيقية ومؤثرات صوتية، واللي يخليه المصدر الأفضل لأي نوع من الأعمال الفنية، سواء كانت مشاريع فيديو، بودكاست أو إعلانات أو حتى عروض تقديمية. اللي يميز موقع أوتار هو مرونته في تقديم الخدمات، بحيث تقدر تحصل على المقاطع الصوتية إما بشرائها مباشرة مرة واحدة أو من خلال الاشتراك الشهري اللي يوفر لك تحميل عدد غير محدود من المقاطع الصوتية. واحدة من المميزات اللي تعجبني شخصياً في موقع أوتار هو الأمان اللي يوفره استخدام المقاطع الصوتية من موقعهم على جميع منصات التواصل الاجتماعي. تقدر تستخدم هذه المقاطع بدون تخوف من مواجهة أي مخالفات حقوق ملكية فكرية على قناة اليوتيوب أو حسابك على الإنستغرام، يعني تقدر تنشر المحتوى في كل مكان بطريقة آمنة جداً.
استخدام الشخص لهذه المنصة والأصوات اللي تسمعونها في هذا الفيديو كلها مأخوذة من موقع أوتار، وهذا يشهد على جودة وتنوع المحتوى اللي يوفره موقع أوتار. راح أخلي لكم رابط الموقع في وصف الفيديو. سابع موقع بنتكلم عنه اليوم هو موقع غاليليو، وهو موقع يساعد في تصميم صفحات المواقع الإلكترونية ببساطة من خلال كتابة وصف للشكل المطلوب تصميمه. الموقع يقدم خاصية التصميم بطريقتين مختلفتين، الطريقة الأولى هو من خلال الكتابة، والطريقة الثانية هي من خلال تحميل صورة لموقع معين حاب تصمم شيء مشابه له، وراح فوراً يعطيك أكثر من خيار واحد تختاره. والحلو أيضاً في هذا الموقع هو أن إذا عجبك واحد من هذه التصاميم تقدر تحوله مباشرة بصيغة فيجما وتغير فيه براحتك، وبعدها تقدر ترسله للمبرمج يحوله لك لموقع فعال. ننتقل الآن إلى الموقع الثامن واسمه TypeFrames، وهو موقع مميز يقوم بتحويل النص المكتوب إلى فيديو إعلاني محترف مثل بعض هذه الفيديوهات اللي تشوفونها على الشاشة قدامكم. فإذا كنت تحاول تسوق لمنتج أو خدمة تقدمها، بكل بساطة اكتب النص المطلوب وفي ثواني الموقع بينتج لك الفيديو بالمدة اللي تطلبها. النموذج اللي تشوفه الحين هو تجربة سويتها بشكل سريع لتسويق خدمة التعليق الصوتي. دمجت من خلالها موقع أثير AI لكتابة النص بالصورة الصحيحة، وبعدها رحت على موقع TypeFrames واخترت Create Video، وبعدها اخترت من الخيارات الموجودة في الموقع وكتبت النص المطلوب. وأقدر أيضاً أختار الموسيقى من المكتبة البسيطة الموجودة في الموقع، أو طبعاً أقدر أرفع ملف صوتي من عندي، على سبيل المثال موسيقى منزلها من موقع أوتار، وأقول له Generate Video، وخلال دقائق راح يعطيني نموذج أو تمبليت أقدر أتحكم فيه وأغير في طريقة عرض الفيديو من خلال تغيير الكلام أو تغيير بعض العناصر الموجودة في الفيديو مثل المؤثرات البصرية، الخلفيات، الأنيميشنز، وبعدين نختار نوع الفيديو اللي نبيه يكون مثلاً بالطول أو العرض، ونقول له Export، ونختار طبعاً جودة الفيديو المطلوبة. وراح تشوفون هنا أنه هو سوى الفيديو في دقائق بسيطة وبجودة عالية جداً. الموقع التالي اللي بنستعرضه اليوم اسمه جان، وهو عبارة عن برنامج يتركب على الجهاز ويكون بمثابة AI خاص فيك، يعني ما راح يرسل أي بيانات إلى أي مكان خارج جهازك إلا إذا طبعاً كنت بتستخدم المودلز مثل ChatGPT. لما تثبت البرنامج ما راح يكون في أي مودلز مركبين عليه، فلازم تنزل الأوبن سورس مودلز اللي يوفرها البرنامج. طبعاً في العديد من المودلز الموجودة بما فيها ChatGPT أو ChatGPT 3.5، وغيرها من المودلز المدفوعة والمجانية. إذا بتستخدم مودلز مثل ChatGPT راح تضطر تستخدم الـ API key الموجود في حسابك، ولكن إذا استخدمنا المودلز الأوبن سورس الموجودة هنا، على سبيل المثال هذا المودل اللي اسمه Mixtral 8x7b Instruct Q4، وهو المودل الأقوى المجاني المفتوح، بس طبعاً حجمه جداً كبير تقريباً 25 جيبي. عشان تشتغل هذه البرامج على جهازك لازم تكون الذاكرة والCPU بمستوى عالي جداً عشان ما ياخذ وقت طويل في العمل. فبعد ما نركب المودلز اللي نبيها نقدر الحين نستخدمها مثل ما نستخدم ChatGPT. على سبيل المثال نقدر نسأله يعطينا 5 استراتيجيات لتسويق قناة يوتيوب، ونشوف إنه بكل سهولة وسرعة يبتدي يعطينا المحتوى المطلوب. وكل هذا قاعد يصير على الجهاز فقط، ما قاعدين نرسل أي محتوى عن طريق الإنترنت. فإذا كان عندك محتوى حساس أو ما تبي تخلي هذا المحتوى موجود على الإنترنت، هذا البرنامج بيكون أفضل طريقة لاستخدام الذكاء الاصطناعي على جهازك فقط. وآخر موقع بنتعرف عليه اليوم اسمه Pi AI. هذا الموقع ليس مجرد مساعد شخصي، بل هو مصمم بأسلوب الحوار الطبيعي، واللي يخلي التفاعل معه يشبه إلى حد كبير التحدث مع إنسان حقيقي. تقدر تطرح عليه أسئلة أو تطلب منه المساعدة في كتابة المحتوى للمقال، اقتراح أفكار لمحتوى فيديو جديد، أو حتى مناقشته في أي مواضيع عامة تبي تتكلم عنها. الموقع مصمم بواجهة مستخدم جداً بسيطة، واللي يخلي التركيز على الحوار والمحتوى المنتج بدون أي تشتيت. بالإضافة إلى ذلك يوفر Pi AI إمكانيات استخدام متنوعة تتجاوز الكتابة واقتراح الأفكار، مثل تلخيص النصوص، توليد أسئلة وأجوبة لتعزيز التفاعل، وحتى تقديم المشورة في مجالات محددة بناءً على البيانات والمعلومات المتاحة. هذا الموقع المميز يفتح لنا آفاق جديدة للمبدعين والكتاب والمحترفين في مختلف المجالات، واللي يسهل عليهم إنتاج محتوى ذو قيمة وتأثير كبير. وفي نهاية هذه الحلقة أحب أشكر راعي حلقة اليوم موقع أوتار
اللي بفضل دعمه استطعنا نقدم هذا المحتوى القيم لكم. وأحب أشكركم أيضاً أعزائي المتابعين على متابعتكم إلى نهاية الحلقة. إذا حابين تشوفون المزيد من هذا النوع من المحتوى، راح أخلي لكم هاي المقطعين عشان تشوفونهم. أتمنى لكم دوام الصحة والسعادة، وأشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة. Thank you.